السلام عليكم عشاق الأفلام الأجنبية، وزي ما اتفقنا إن احنا كل أسبوع يوم الأربع بإذن الله هنستعرض كل الأفلام اللي موجودة في سينمات مصر، وبناء على تحليلي ونقدي الشخصي للأفلام ديت هنرشح ليكم الفيلم الفايز بجائزة أوسكار قناة HD لاب لأحسن فيلم أجنبي يعرض في سينمات مصر في الأسبوع. فإحنا هنتكلم دلوقتي على الأسبوع الرابع من شهر فبراير، وزي ما شايفين دلوقتي إحنا بنستعرض الأفلام اللي موجودة، وأنا أوريدي كنت استعرضتها ودرستها وحللتها وشفتها كلها كمان ما عدا فيلم واحد بس، أنا شفت النقد بتاعه بالنسبة للأفلام الأجنبية. فآدي الصفحة الأولى، وبعدين عندنا الصفحة التانية للأفلام اللي موجودة. يعني هنشوف الأولى كده، الأولى معانا تاني حاليا عندنا فيلم فريند ريكويست وموانا ورايس، ده فيلم هندي، وفيفتي شيدز داركر طبعا غني عن التعريف، ده الجزء التاني. هو المفروض فيفتي شيدز اوف جراي ده الجزء الأول، وده الجزء التاني منه فيفتي شيدز داركر، وهو طبعا لا هو ريستريكتد فلا ينصح فيه بيه للعائلات، وبلس 18 وريستريكتد، التصنيف بتاعه R في الاي ام الام بي اي اي. وبعدين هننزل برضو معانا تحت، احنا زي ما شايفين بفوت الافلام العربي لان دي مش مجال اختصاصي ولا مجال ترشيحي الا لو حاجة خاصة معينة. وفي فيلم سينج ده من الأفلام الرائعة برضو لغاويين الأفلام الأنيميشن يعني. وبعدين هننزل تحت طبعا عندنا لالا لاند، وأعتقد كده ده دي الصفحة الأولى. الصفحة الثانية عندنا فيلم سبليت، وأنا كنت قلت رأيه لبعض الناس اللي سألوني عنه في على الفيسبوك وعلى قناتي. هو فيلم جيد لكن يعني دون المستوى في حاجات كتير جدا، يعني عنصر التشويق والإثارة غير ما هو واضح. هو يعني الفيلم ده يمتاز بإن في تمثيل قوي وقوي جدا لشخصية واحدة فقط، اللي هو الشخصية اللي هي طبعا الكلام ده مش هيبقى فيه حرق في التريلر ولا حاجة، مش هيبقى فيه حرق في الفيلم ولا حاجة لأن موجود الكلام ده في التريلر، اللي هو الشخص اللي بتتقمصه 24 شخصية. هو أي نعم في الفيلم ال 24 شخصية ما بنوش، بس هو حتة تقمص الشخصيات فيه هو ياخد يعني عليه درجة عالية جدا في التمثيل، لكن باقي عناصر الفيلم عادية جدا ودون المستوى. ننزل تاني في عندنا فيلم أرسنال، وبعدين عندنا مانشستر باي ذا سي، وهنفوته دلوقتي وهنرجع له تاني، وعندنا رينجز، وعندنا كونغ فو يوجا، وبعدين ذا سيكريت لايف اوف بيتس، وده انا مستغرب ان هو لسه بيعرض لان ده يعني نازل بقاله فترة طويلة. وبعدين فيست فايت وتريبل اكس ذا ريتيرن اوف زيندر كيج وفيلم جولد، ده الفيلم اللي انا مشفتوش بس انا استعرضت النقد بتاعه. وبعدين هننزل تحت كده معانا عندنا ذا ليجو باتمان موفي، ده برضو لهواة الانيميشن او الانيميشن اللي هو حديثا اللي هو ايه اللي معمول باللوجو. طبعا طبعا من كل اللي احنا شفناه ده سيكون الفيلم الفائز بجائزة اوسكار قناة HD لاب للأسبوع الرابع من فيلم فبراير، واللي أنا أنصح وأرشح لكم برضو برؤيته هذا الفيلم هو فيلمنا اللي هو متربع على العرش في وسط كل الأفلام دي، اللي هو فيلم لالا لاند. ده هذا الفيلم اللي ملحقش يشوفه الأسبوع اللي فات لازم يشوفه الأسبوع ده لو هو من غوات رؤية الأفلام، لكن نظرا لان هو ما زال متربع على العرش وكده نعتبر احنا ما قلناش حاجه جديده، فانا هدي 2 3 ريكومنديشن للي شاف لالا لاند او مش من هواة الافلام الموسيقيه، مع العلم ان هذا الفيلم مش موسيقي. هذا الفيلم يعني ممكن نقول فيه الموسيقى 45% و55% فيلم عادي خالص فيه حوارات وكلام
حكاية وقصة وحبكة وسيناريو طبيعي للرؤية يعني. لكن الموسيقى فيه ممكن نقول 45%، أو لو إحنا يعني إيه تحيزنا شوية هنقول 55% موسيقى موسيقي و45% فيلم طبيعي. طيب هنعرض بقى اتنين تلاتة اوبشن، او ممكن نقول يعني اتنين عشان ما نخليش الموضوع مفتوح لحد، لو حد مش عاوز ياخد يشوف فيلم لالا لاند، مع العلم ان مازال فيلم لالا لاند هو فيلم اوسكار قناة اتش دي لاب للاسبوع الرابع من فبراير 2017 المعروض في السينمات المصرية. طيب نشوف بقى، نستعرض مع بعض الاوبشنز التانية. سبليت لا انصح برؤيته في السينما، لو في اي وسيلة اخرى تحب حد يشوفه بيها شوفه. 50 شيدز داركر اعتقد ان انا اتكلمت عليه بما فيه الكفاية، ولكن علما يعني ان هذا الفيلم رغم ان هو ريستريكتد وبلس 18، اعتقد ان هو طالما هيبقى في السينمات المصرية فبرضو لن تستمتع به في السينما، لان هيكون في حاجات كتيرة قوي مقتطعة، والحاجات المقتطعة دي من هذه النوعية من الافلام بتأثر على سياق الفيلم الدرامي يعني، مش ما بتبقاش حاجات اوفر يعني، هو الفيلم كله اوفر يعني، فاعتقد هيتقطع نصه مثلا. طيب فده برضو ايه لا ينصح به في السينما. هنتكلم بقى في هواة افلام الرعب، ينصح بانهم يتفرجوا على فيلم ذا رينجز، وكان موجود عندي هنا. ايوه رينجز ده يعتبر تكرار مع الاختلاف مع الفارق برضو الكبير للسلسلة بتاعت افلام رينجز اللي هي اتعملت من فترة طويلة قوي من سنين كتيرة قوي. فطبعا ده من ايه مميزات الافلام الاجنبية، ان ممكن سلسلة تنقرض والواحد يحس انها خلصت ومش هتعاد تاني، يعاد اكتشافها بعد سنين كتيرة وتستمتعوا بيها. فهواة افلام الرعب ينصح بالفرجة على فيلم رينجز، لكن برضو ما يطو... لو هم يعني بيحبوا الافلام الرعب ومتعودين عليها لازم يلاحظوا ان الفيلم ده بي جي 13، يعني ممكن اللي سنه 13 سنة اطفال، تصنيفه على ام بي اي اي بي جي 13 زي ما انا مشاور بالماوس كده. فممكن حد 13 سنة طفل يدخله بارنتس جايدد 13، يعني 13 سنة معاه، بس يكون معاه والدينه عشان يشرحوا له الفيلم، فهو برضو مش هيبقى بالقوة. لكن طبعا اللي شاف افلام رينجز وعجبته هيحب ان يشوف دوت برضو. فده طيب فنيجي بقى الفيلمنا اللي هو هياخد جوائز اوسكار، وهياخد جوائز اوسكار كتير، وهنفكركم لولا بس وجود فيلم لالا لاند في هذا الاسبوع من شهر فبراير الاسبوع الرابع يعني، كان هيبقى الفيلم اللي هو المرشح لاوسكار قناة اتش دي لاب طبقا لتقييمي هو فيلم مانشستر باي ذا سي. ده الفيلم ده قصة انسانية رائعة وتمثيل رائع من كيسي افليك، هو القايم بالفيلم حقيقي، هو تمثيل رائع، هو دوره ما فيهوش انفعالات كتير، لكن هو نجح في انه يوصل كل المشاعر بالاسلوب السهل الممتنع، يعني مشاعر الغضب، مشاعر الحزن، مشاعر الالم، جميع انواع المشاعر اللي ممكن الحد يتخيلها في هذا الفيلم. هذا الرجل اللي هو في تمثيله كيسي أفليك استطاع انه يوصلها باسلوب سهل ممتنع بدون تمثيل يعني. فلكن طبعا هذا الفيلم برضو يجب التنبيه، هو الريتنج بتاعه ار ريستريكتد عشان في يعني بعض المشاهد يعني، لكن يعني انا مش شايف ان هو التصنيف ده يعني فاليد قوي يعني ان هو يبقى ريستريكتد، بس هو الفيلم ده عشان بس ايه الناس قبل ما تدخله اللي عاوز يعيش تجربة مشاعر، ولكن بنحدد اهو مشاعر حزينة لان هو الفيلم مؤلم وقاسي شوية. فده لو لم يوجد لا لا لاند في هذه
في هذه في الافلام المعروضه يعني في السينما الاسبوع دوت، كان فيلم مانشستر باي ذا سي هيكون هو الفائز بالاوسكار. تمام، طيب هنقول بقى واحد شاف لا لا لاند ومش عاوز، المود بتاعه مش درامي ومش عاوز حاله من الحزن، يخرج حزين نوعا ما، انت هتستمتع وهتكون حزين في نفس الوقت، يعني من الافلام الغريبه جدا يعني. فهنتكلم في ايه؟ هنتكلم في عندنا طبعا، هندخل هنا عندنا تريبل اكس. تريبل اكس طبعا دوت من الافلام الاكشن، وده ينصح ان احنا نشوف تريبل اكس في سينما تكون من السينمات القوية جدا، وهو بالتأكيد لازم يكون في السينمات القوية جدا لان هو طبعا مؤثرات اكتر. ايوه هنشوف التريبل اكس اين يعرض معاكم حالا. ده تريبل اكس ذا ريتيرن اوف زاندر كيج، طبعا فين ديزل بطريقته المعهوده، ولدول ده لهواة الافلام الاكشن ولهواة الثري دي. طبعا تريبل اكس موجود في حاجات كتير جدا لان هو برضو نازل حديثا، موجود في جالاكسي، في مول العرب، وسينما سيني ماكس، وسينما سان ستيفن ومول، وسينما داندي مول، وسينما جولف سيتي، وسينما سيتي ستارز. طيب وكده احنا نكون ادينا يعني ايه كذا اوبشن. عندنا مانشستر باي ذا سي، عندنا رينجز افلام الرعب، مانشستر باي ذا سي للافلام الانسانيه الاجتماعيه، وعندنا تريبل اكس لهواة الافلام الاكشن، لكن ما زال زي ما قلنا يتربع على عرش، واللي فاز بجائزة الأوسكار للأسبوع الرابع لشهر فبراير هو ما زال فيلم لا لا لاند، ونلحق نشوفه لأن أعتقد إنه قرب يتشال برضه. طيب نشوف لا لا لاند موجود فين. نديكم برضو بس قبل فيلم لا لا لاند نبص برضو بسرعة على مانشستر باي ذا سي، لأن ده برضو أنا أفضله للغاويين الأفلام التقيلة التقيلة الاجتماعية ذات المشاعر الإنسانية. موجود فين بقى؟ في سينما كايرو فيستيفال، وسينما بندر المعادي، وسينما نايل سيتي، وسينما بوينت 90، وسينما سان سيتي في اي بي، في الفي اي بي فقط عشان بس تعملوا حسابكم في الفلوس في سان سيتي. لا موجود في سان سيتي برضو، وسان سيتي الفي اي بي، وسينما بلازا امريكان بلازا، وسينما الزمالك، وسينما زاوية. طيب نيجي بقى لفيلمنا بتاع الأوسكار، هتلاقوا عدد السينمات اللي هو بقى معروض فيها قليل، وده تمهيدا لأنه بيبتدي يتشال خلاص، اللي هو فيلم لا لا لاند موجود في 3 سينمات فقط، سينما سيتي ستارز للناس الموجودين في مدينة نصر أو مصر الجديدة، وسينما الزمالك، وسينما إيماكس أمريكان بلازا فقط، مع العلم إن هو موجود في سينما الزمالك الساعة 4 مساء فقط، انما في سينما ايماكس امريكان بلازا وفي سيتي ستارز موجود صباحا ومساء. صباحا في 10 و12، 10 صباحا وفي 12 مساء و3 مساء، يعني ممكن لا كده نعتبره كله يعني ايه صباحا، يعني اخر حاجه اخر حفله اللي هي 3:45 اللي هي في سينما سيتي ستارز، انما موجود في سينما ايماكس امريكان بلازا الساعه 9:45 مساء. لو دوسنا هنا على المزيد هيظهر لنا حاجه تانية؟ لا لم يظهر اي شيء اخر. فهو نرجع ونقول بسرعه، الفيلم الفائز لا لا لاند موجود في السينمات الاتيه: ايماكس امريكان بلازا، سينما سيتي ستارز، سينما الزمالك. ودمتم بسعاده، والى اللقاء في حلقه الاسبوع الجاي من أوسكار قناة اتش دي لاب. أوسكار قناة اتش دي لاب لأفلام المصرية كل أسبوع. لو عجبكم الفيديو أرجو عمل اشتراك في القناة، وتدوسوا على علامة الجرس اللي هي جنب الاشتراك،
عشان يوصل لكم كل جديد على بإشعار على الإيميل. وما تنسوش طبعا تعملوا لي لايك لو عجبكم الفيديو، وتشيروا الفيديو في كل حتة، والاشتراك في القناة. والسلام عليكم.